هلا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. هلا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. نوينا هذه القراءة مثل ما نواه آباؤنا وأصلافنا ورجالنا وصلبنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأكيدتنا في أكيدتهم على هذه النية ولكن تنصالها جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يدرك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الأكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشف ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون اللهم يا عالم ما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل اللهم يا عالم ما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل اللهم يا عالم ما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء لي خمسة أطفي بها خر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاتمة لي خمسة أطفي بها خر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاتمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاتمة اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا لطيف اطب بنا والمسلمين يا لطيف اطب بنا والمسلمين يا لطيف اطب بنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين لا إله إلا الله 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 لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته. الفاتحة. الفاتحة إلى الإمام المهاجر الحبيب أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وجميع أولاده وأصولهم وفروعهم، أن الله يلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتحة لنور الحبيب محمد مولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر علي الدروس والحبيب فخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن محمد الكاف وأصولهم وفروئهم، أن الله يغفر لهم ويرحمه ويلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لأرواح جميع أهل الزنبل وفريد وأقدر وأهل البقيع والمعلى والشبيكة وجميع أولياء التسعة وأصولهم وفروئهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتح إلى جميع أولياء الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح هذا الراتب ووالديه ووالدينا ووالديكم وشيخنا وشيخكم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعم ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه علي أبتك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا وعيالنا وجيراننا ومن أوصانا واستوصانا من الأمراض والأسقام ومن جميع البلايا والفتن ما ظهر منها وما بدن. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك مهانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من كل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالدقة والاستقامة، وإدنا من موجبة الندامة في الحال والمال والأولاد، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأصحابنا في الدين ولمن أوصانا واستوصانا ولجميعنا
جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.